الحمد لله وهو أهل الحمد ومستحقه على كل حال، وهو صاحب إفاضة النوال، وهو المتولي سبحانه وتعالى أهل الإقبال عليه، وهو الذي يبسط بساط الكرم للمتوجهين إليه، هو الرب الكريم الغني الجواد السخي المحسن المنعم المتفضل الذي لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء، ويقبل التوبة من المذنب والعاصي والمسيء، وإذا علم صدقه بدل السيئات حسنات، معاملة لا توصف ولا كمثلها معاملة، معاملة رب العرش للمكلفين من هؤلاء الخلق الذين خلقهم من العدم وأسبغ عليهم النعم وبسط لهم بساط الكرم وأرسل إليهم الأنبياء والمرسلين مبشرين ومنذرين، وتمت النعمة بختمهم لنا بسيدنا وإمامنا ونبينا وهادينا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، هو القائم السجاد في غسق الدجاء، فسل ورم الأقدام عن خير صابري، هو الزاهد الملقي لدنياه خلفه، هو المجتزي منها بزاد المسافري، وباذلها جودا بها وسماحة بكف نداها كالسحاب المواطري، فراياته معقودة وجنوده مؤيدة بالنصر من خير ناصري، فحمدا لرب خصنا بمحمد وأخرجنا من ظلمة ودياجري إلى نور إسلام وعلم وحكمة ويمن وإيمان وخير الأوامر، وفي جنات هذه الأوامر الإلهية نعيش ونحيا ونغنم المحيا، لأجل أن يطيب لنا المعاد، ولأجل أن نسعد باللقيا، لقيا الإله الذي لا يعفى أحد من المكلفين عن لقاه، الكل سيلقاه، الكل سيلقاه، ولكن هذا يلقاه والرب راض عنه، وهذا يلقاه والرب ساخط عليه. فأما الذين رضي عنهم جل جلاله وتعالى في علاه، لا تسأل عن سعادتهم في البرزخ، ولا في يوم البعث والنشور، ولا في يوم القضاء والحكم الفاصل، ولا في الجنة، سعادات لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما الذين لقوه وهو ساخط عليهم، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، ولو شينا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اللهم أجرنا من النار، ولا تجعل في ديارنا أحدا من أهل النار، ولا في جيراننا أحدا من أهل النار، ولا في أصحابنا، ولا في طلابنا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. وأكثر من يتعرض لها ممن يعيشون على ظهر الأرض من ينساها، من ينساها، من لا يبالي بها، يقول سبحانه وتعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. وهذا اللقاء العظيم لإله العظيم الأكبر يجب أن لا ينسيك إياه شيء، لا حروب ولا كروب ولا رخاء ولا شدة ولا ديار ولا أموال ولا دراسات ولا وظائف ولا وزارات ولا لباسات ولا برامج، ما يجوز تنسيك لقاء هذا الإله، حرام عليك تنسى لقاء هذا الإله ببرامج، بسيارات، بطائرات، بوزارات، برئاسات على ظهر الأرض. تضحك وتبكي، تضحك وتبكي، ولو حد جلس في الرئاسة عمر نوح وصافي له في الشرق والغرب، ولا أحد يناوي ولا أحد ينقلب عليه ولا أحد يسبه، ثم لقي الله والله عليه ساخط لكان خسرانا خسرانا أكبر، والله العظيم
والله العظيم من يضحك على العقول؟ من يضحك على من آمن بالله ورسوله حتى يوحي إليه أن شيئا من المتاع الفاني يصح أن ينسيه لقاء الله، ويصح أن يتعرض بسببه لسخط الله، أو أن يعصي به إلهه الذي خلقه تعالى في علاه؟ يا أهل العقول، يا أهل الأسماع والأبصار، ما جاءت من خزائن شرق ولا غرب، ولكن جاءتكم الأسماع والأبصار من لدن الإله الغفار. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. خلق لنا الأسماع والأبصار والأفئدة لأجل أن نشكر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسنه. وعدو البشرية والإنسانية الذي هو عدوها الأكبر، عدوها الأكبر الذي عداوات بعضهم لبعض تكون دون عداوته، فمهما عادوا بعضهم البعض ولو فجروا ولو بالقنابل العنقودية على قولهم الممنوعة دوليا هنا أو هناك، هذه عداوة، لكن عداوة ذاك أكبر، لأن هذه فرع لذاك. هذا العدو عدوهم الأكبر الذي قال الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذا العدو الأكبر حط أول خطواته للإغواء والإضلال والمعاداة لبني آدم. يقول ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين، ما يعرفون شكرك ولا يقومون به، متبرمين، معترضين، جزيعين، منتقدين، ولا إيش كذا. من عدم جاءوا من عدم، من عدم تعرف من عدم، من عدم جاءوا، وأسماع وأبصار وشعر وبشر ولحم ودم وعظم، دورة دموية لو وكلت إليك مرة واحدة تديرها لفشلت ولا مت، ولو كل معك من يديرها في بدنك وعروقك لفشلوا. وأجهزة وعافية وخيرات كثيرة وأهل وأولاد. يقول إيش ذا الحياة، إيش ذا المشاكل، إيش ذا المصائب، ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وهكذا يتبرمون ويجزعون وينسون نعمه وينسون إفضاله وينسون لقاءه سبحانه وتعالى، وكل على كيفه فيما يريد من مظاهر ومتاع الحياة الدنيا، انقصر عليه شيء منها قال قال له صلى الله عليه وسلم مرة لواحد من الصحابة كيف حاله؟ قال بخير. قال كيف حاله؟ قال بخير. قال كيف حاله؟ قال الحمد لله بخير. قال هذا الذي أردت منك. قال الحمد لله هذا أردت منك، وتسمع منك الحمد لله. قال والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله على نعمه ما علمنا منها وما لم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ما علمت منها تعلم من جمل تفصيلها صعب عليك، والذي ما تعلم جملة وتفصيلا صعب عليك، من تدريبها؟ الذي تعلمها تعلم منها جمل وتفصيلها صعب عليك ما تقدر تعفيه، ما تقدر تعده. لو سألك كم خلايا عينك يجوب كم عدد الخلايا في عينك؟ معك ثنتين عيون الحمد لله، في الثانية وفي الأولى كم؟ كل خلية كيف تمشي وكيف هي قائمة على الصحة، وتنام وهي كذلك، وتستيقظ وهي كذلك، وأول يوم ثاني يوم وثالث شهر ورابع شهر، وأول سنة وثاني سنة ورابع سنة وخامس سنة وسابع سنة وعشر سنة. الله، هات خلايا العين، قد حسبوها لعابد من عباد بني إسرائيل عبد الله 500 عام، فقال له الحق تعالى يقول له في القيامة أدخل الجنة برحمتي، وذا ينظر 500 عام والعد ذكر منها لا صوم ولا قيام ولا عبادة، قال يا رب بعملي، قال أدخل الجنة برحمتي، قال يا رب بعملي، قالوا يقول حاسبوه، فيحاسبون على نعمة البصر وحدها تروح أول سنة ثاني سنة 500 سنة روح.
قال يا رب حسبنا على نعمة البصر فاستنفدت جميع حسناته وزاد عاد باقي نعمة البصر وباقي نعم أخرى. قال فخذوا إلى النار هذا. قال فإذا جاءت الملائكة تأخذوا إلى النار يقول يا رب أدخلنا الجنة برحمتك. قال فيقول الله أدخلوا عبدي الجنة برحمتي ونعم العبد عبدي ونعم العبد عادوا يمدحه. هو قد طلع خلاص ما في وكلها منه سبحانه وتعالى. ومع ذلك جعل الواحد منكم من أمة محمد. هات لي صرفها هذه، هات لي قيمتها كم هذه، منين جيت بها؟ من أمة محمد خير الأمم. من أين جيت بها؟ من أي مخزن؟ من عند من؟ ومن يقدر يحصلها من الأمم السابقة؟ ما يقدرون. وجاءت لعندك من أي مخزن جاءت هذه؟ من خزائن ربك، من تقدير ربك جل جلاله وتعالى في علاه. وبذا علمتم مسلك الأنبياء. يمر سيدنا الخليل إبراهيم يسأل عن ابنه إسماعيل، حصل زوجته، كيف حالكم تشكو؟ ما تعرف الشكر. إذا جاء إسماعيل اقرئيه السلام وقولي له غير عتبة بابك. جاء سيدنا إسماعيل شم ريح أبوه، قال حد جاء هنا؟ قالت رجل جليل عليهم هذا، وقف على الباب وسألني عن حالنا وعن هذا وكلمته. قال لك شيء؟ قال إذا جاء إسماعيل اقرئيه السلام وقولي له غير عتبة بابك. قال هذا أبي إبراهيم خليل الله، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك روحي. فمرة أخرى ومعه زوجة أخرى، وقف على الباب فاستقبلته برحابة صدر بفرح. قالت تفضل أخدمك، خذ ما حالكم؟ قالت بخير بفضل الله الحمد لله. ما طعامكم؟ قالت له عندنا اللبن وعندنا اللحم. فأخذت تذكر النعم، دعا لهم بالبركة. قال إذا جاء إسماعيل اقرئيه السلام وقولي ثبت عتبة بابك، يعني إذا بتحيا تحيا في أسرة شاكرة ابن خليل الله. تعرف القدر النعم، تعرف قدر الجود من الله سبحانه وتعالى. فكان كذلك. قال الصحابة لما وقعت الشدة في يوم أحد، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن إيش هذا؟ أن قل هو من عند أنفسكم، وأنتم قد أصبتم مثليها ونسيتوا، ونصرناكم يوم بدر عملناكم، اليوم لما خالفتم نبينا أدبناكم. قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير جل جلاله وتعالى في علاه. فهكذا كان توجيه الحق سبحانه وتعالى وتربيته لسادتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولما رجعوا بعد الاتفاقية مع جيش الكفر مع المشركين بمكة في صلح الحديبية، رجعوا فبعد كلم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هؤلاء أخذوا منا أن نرد إليهم من جاء من عندهم ولا يردون من ذهب إلينا ويعملون ويعملون. قالوا صلى الله عليه وسلم كنتم لا تبيتون إلا والسلاح معكم، واليوم تبيتون آمنين. قال صدقت. قالوا كنتم لا تستطيعون دخول مكة، واليوم تعتمرون كما تشاءون. قال صدقت. كنتم. قال والله ما فكرنا في هذا الصلح. قال اشكر الله. تذكر الليل الصلح وقع كذا، ليه جاء كذا؟ شوفني عم مصبوب عليك أنا. وكان هذا مقدمة فتح مكة، سبب لفتح مكة. ولذا كان بعض العقلاء أيام الرخاء يشعر عليه بشيء من الخوف، ما لك؟ يقول يعقب الرخاء شدة، وأيام الشدة يحصل ويضحك. ما قال بعد الشدة رخاء، بعد العسر يسر يجي، لأن سنة الله هكذا في الحياة. ولذا قال لما نزل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بكى سيدنا أبو بكر وقالوا إذا تم أمر بدا نقصه، إذا كمل الدين فهذه مهمة رسول الله فينا يذهب. وكان كذلك. كان هذا. فسبحان الله. ومع ذلك كله فأنواع الخير لمن حسنت رابطته بالله سائر له في الدنيا والآخرة. قال تعالى ومن يقاتل في سبيل الله، في سبيل الله
على المنهج المرضي، على الصدق، على الإخلاص، بعيد عن النعرات، بعيد عن إرادة الدنيا، بعيد عن الاستعباد للسلطات، بعيد عن الأغراض الفانية في سبيل الله، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، كذا ولا كذا. حاله طيب في كل شأن، وعلى كل حال هو رابح، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. تكفل الله، تكفل الله لمن خرج مجاهدا في سبيله، لا يخرجه إلا أن تكون كلمة الله هي العليا. تكفل وضمن ماذا؟ إنه إن توفاه توفاه شهيدا وأدخله الجنة، وإن أرجعه أرجعه سالما بما نال من أجر وغنيمة. في هذا وفي هذا، ها، رابح بالصدق مع الله تبارك وتعالى، بالإخلاص لوجه الله جل جلاله وتعالى في علاه، الذي لا يقوم إلا بالتربية، إلا بصدق الوجهة إلى الله. رزق الله المؤمنين نصيبهم من وجهتهم إلى الله وإخلاص قصدهم لوجه الله، وخلصهم من تسلط عدوهم عليهم يضرب بعضهم ببعض. اللهم ادفع عن المسلمين شر أعدائك أعداء الدين، ولا تبلغهم مرادا فينا ولا في أحد من المسلمين، واجعلنا في حياتنا نعيش في جنة الصدق معك والوفاء بعهدك، فتقوم بذلك حقائق الخلافة عن الله تعالى في الفرد منا، في الأسرة منا، في المجتمع منا، وبذلك يكون رضوان من الله. وإذا جاء رضوان الله ترى كل ما هو صعب أمامك، فقد ترى بعينك في عالم الحس دخان كثير مرهون بريح خفيفة تهب عليه، إذا جاءت هذه الريح راح الدخان كله. وين ذاك الغبار الشديد والدخان الكثير؟ روح بهبة من الريح. وهكذا سنة الله في الحياة، وهكذا سنة الله في الحياة. إن النوائب كالسحائب تنجلي في سرعة، ووجودها يضحي خبر، وإذا تطول إقامة من حادث كانت مبشرة بطول المنتظر. فاصبر على المحن القواصد وانتظر فرجا تدول به دول القدر. قال لك تعرف دول القدر لا في الشرق ولا في الغرب، هذه أوامرها تصدر من السماء. دول القدر قدر الله وقضاه جل جلاله، هذه الدول الكبرى. إنشي دول كبرى فهي هذه فقط، أما في عالم البشر ما هناك دولة كبرى، ما هناك دولة كبرى. جابوا لنا مصطلحات وعشعشوا بها في عقولنا يضحكون علينا. إنشي في عالم البشر دولة كبرى، فالدولة المتصلة بالرب وهي دولة محمد. محمد رئيس أهل الدولة الكبرى، وما سواها صغرى ثم صغرى ثم صغرى. كل دولة سواها بأي معنى، صغرى ثم صغرى ثم صغرى، دنيا وأخرى. قال رب الدنيا والآخرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. شوف الكبرى فين والصغرى فين. يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم، في قراءة لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللهم أجرنا من النار ومن سوء الدار، واجعلنا من أهل جنات تجري من تحتها الأنهار، يا كريم يا غفار يا الله. لتتلقى قلوبكم أنباء مولاكم وإلهكم فيما أحب منكم أن تمضوا عليه في الحياة، فتعيشوا على ظهر الأرض متصلين بسلسلة الأوامر الإلهية، منتهين عما نهاكم عنه، تحوزون خير الدنيا، ثم ترى أعينكم رسول الله في الدار الأخرى، وتريدون على حوضه، وتستظلون بظل لوائه، وتدخلون معه الجنة. اللهم أدخلنا معه الجنة، فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها، فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها، آمين. اللهم آمين. وفي هذا التلقي عزموا بصدق على أن تقوموا في الحياة كما يحب الله وكما يحب رسوله،
وكما شرع رسوله وعلى منهجه ومنهج رسوله، لا كما تريد أنفسكم ولا أحد من البشر، كائن من كان. ما نريد أن نحيا كما يرسم لنا شرقي أو غربي، عربي أو عجمي، نريد أن نحيا كما يحب ربنا، كما أحب منا ربنا. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، فلا ينبغي يزاحم ربنا. وإذا سلمنا أنفسنا لله بحكم الإيمان، ما لهم حق يزاحموا ربنا على حياتنا. مهما تصورتم من جمال في الحياة يخالف هذا، نحن على يقين أنه قبح. الجمال ما وافق جمال الله، والعقل منكم يا معشر الكفار يدرون بهذا، العقل منكم وأنتم كفار تدرون بهذا، ولكن اغتر لكم ناس منا، ناس منا اغتروا لكم وربطوهم بحبالكم، لعبتم عليهم، والله ينقذهم، والله ينقذهم، ينقذ الأمة أجمعين. إلا عقلاء الكفار يدركون هذا، أن كان هناك خير في الدنيا ما يتأتى أن يكون مناقض لشرع الله أصلا. قل أأنتم أعلموا أم الله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا انتهوا إلى حقيقة من حقائق الدنيا في صلاح أو خير وجدتها مطابقة للشرع، ومهما خالفوا الشرع تعبوا وتنكبوا إلى أن يقولوا أوه خلاص الثمرة كذا، إيش معكم نحصلها في شريعة محمد. الله، قل لي تبون حننزل بعدنا، قلت نحن طالع ننزل ليش، خلوا نحن مع الطالع. وأوامر من فوق عقل البشر، من فوق علم البشر، أوامر الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء. وما خلقنا إلا لنعلم هذا، خلق سبع سماوات والأرض مثلهن، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أي إنسان على ظهر الأرض لم يتحقق بعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فمعطل عنده مقصود الكون كله، المقصود من خلق الكون معطل عند هذا الإنسان، فلا يمكن أن يكون هذا الإنسان نموذج صالح للإنسانية قط في حقيقة طمأنينة أو سكينة أو خير، لأنه تناقض مع مهمة خلق الكون. علمنا ذلك من خالق الكون، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لماذا؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ومن علم أن الله على كل شيء قدير كيف يستكين لقوة أرضية كائنة ما كانت أو يخاف منها؟ كيف يخون الأمانة ووراءه استناد إلى من هو على كل شيء قدير؟ أيخاف فيرجأ ويستند إلى ضعيف كان نطفة ثم علقة وبعد قليل سيكون جيفة؟ الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. أيغالبونه بأجهزتهم أم يغالبونه بمصنوعاتهم وهم ومصنوعاتهم من صنعه؟ أولا يتذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا؟ فهذه بديهيات وحقائق أساسيات ينسون نحن إياها ويبعدونها من عقولنا، يقولوا تعالوا خلوا ربكم نبيكم نحن سادتكم. لا، إلى أين تذهبون بنا؟ إلى أين تمشون بنا؟ الله خير يا صاحب أي السجن، أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الله خير. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم علمنا هذا العلم النافع الرافع لأصحابه، يرفع الله الذين آمنوا منكم الذين أوتوا العلم
درجات لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما جل جلاله. ونقرأ في صحيح البخاري تلك الحادثة، يخرج من عند قومه الكافر وقد رأى الصحابة تفرقوا تحت الأشجار وسمرة كبيرة تركوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خفف ثيابه مبللة من المطر وعلق سيفه بالشجرة ورقد تحت شجرة. يقول الكافر لأصحابه أقتل لكم محمد. قالوا كيف تصنع؟ قال أفتك به. قالوا افعل أنتم تستطيع. قال شوفوا هناك تحت الشجرة وحده، أنا بشيل السيف وبقتله هنا. وخرج وحمل السيف، فاستيقظ فأسل شهر السيف. من يمنعك مني الآن يا محمد؟ قال الله. قال الله نبيكم؟ قال الله. ما نطق بالله إلا وده يتزعزع ويسقط السيف منه. فأمسكه النبي قال ومن يمنعك مني الآن؟ لا أحد، كن خير آخذ. قال اجلس. جلس. نادى الصحابة قاموا جاوا، والأعرابي عنده جالس، إن هذا اخترط سيفي وقال من يمنعك مني؟ قلت الله، ثم أخذت فقلت من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخذ. قال ولم يعقب. قال تشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال أعهدك ما أكون مع على مع قوم ضدك أبدا، ما هو قبلك، ما 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 أشتغل مع أحد ضدك. قال اذهب. رجع إلى عند قومه قال لهم ما رأيت مثل هذا، ما قال الله إلا وانتفض قلبي وارتعد وسقط. إنه يمنع، إنه يمنع، والله يعصمك من الناس، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم جاءت روايات أنه أسلم بعد ودعا قومه إلى الإسلام والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي عفى عنه وأخرجه. واحد يتعرض لاغتيال المسؤول الكبير إيش يصلحوا فيه؟ هذا الحبيب صلى الله عليه وسلم، الحبيب كله، وتعرض لقتله وسامحه وراح. بعض الذين تعرضوا لإرادة قتله قرأ عليه ودعا لهم ودخلوا في دين الله وتحولوا من أهل الجنة ببركته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونظر الله إلى الأمة به، الله يهيئ قلوبكم لحسن التلقي ويرزقكم كمال الترقي. ولا ينقضي علينا شهر رجب إلا والقلوب في تمام حضورها مع الله مقلبها، خاشعة منيبة مصدقة موفية بعهد الله، محبة لله، عالمة علم اليقين بل وعين اليقين أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا من هو على كل شيء قدير وقد أحاط بكل شيء علما، اكشف عنا هما وغما وارفع عنا سوءا وظلما، وحول أحوال المسلمين إلى خير حال. اقتضى كل ما حل بنوادينا وساحاتنا ذنوبنا وسيئاتنا، فنتوب إليك يا تواب، فلم تزل فاتحا الأبواب ولم تقطع التوبة عن أمتي سيد الأحباب، فتب علينا يا تواب. يا من يقبل من أناب وتاب، تب علينا وعلى أهلي لا إله إلا الله توبة نصوحة، توبة نصوحة، توبة نصوحة يا ربنا تثبت في قلوبنا وندوم عليها حتى نلقاك توبة لا ينقض عقدها ولا ينكث عهدها ولا يخلف وعدها يا الله. لن صرف أحد من أهل الجمع ولا ممن يسمعنا إلا وقلبه محشو بنور هذه التوبة، توبة الصدق،
التوبة النصوح يا قدوس سبوح، روح لنا بذلك الروح، وأذقنا سر التوبة بفتح باب المحبة، يا من قلت في كتابك عنك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا لك محبوبين في عافية يا رب العالمين يا الله. إذا عرفت قدر الله وقدر محبته ألح عليه يعطيك هذا المطلب، هذا طلب عظيم، هذا مراد كبير. وكم من واحد بعد الطلب يبيت وقد رضي عنه الرب وله أحب، وإذا له أحب فلا يحشر إلا مع الأطيب. يا الله يا الله، حققنا بالتوبة واجعلنا في التوابين الذين تحبهم يا رب العالمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، اجعلنا في التوابين المحبوبين لك يا رب العالمين. نبيت الليلة وأنت راض عنا، مثبتين في المحبوبين لك ولحبيبك محمد. آمين يا الله. وبالصدق والوجهة قل يا الله، وبالعزيمة والنية قل يا الله، وبصدق الوجهة قل يا الله، وبالرجاء فيه قل يا الله، وبالخوف أن يؤخرك قل يا الله. يا الله لا تؤخر أحد منا عن هذا العطاء من خزائنك الواسعة يا واسع، يا من هو للدعاء سامع، يا معطي العطايا والمطامع. والمطامع والأماني قليلة في بحر جودك وكرمك، فيا معطي لا تدع منا واحدا إلا أعطيته من هذا العطاء الواسع الصباب نورا في القلب فيه حقيقة التوبة، يقلع بها من كل ذنب صغير كبير حسي معنوي قلبي عضوي في حاله وماله ونفسه وأهله ظاهره وباطنه، قولا وفعلا نية ومقصدا، توبة نصوحا تامة كاملة واسعة عظيمة خيراتها دائمة. يا الله يا الله يا الله يا الله، توبة تفتح بها أبواب الفرج للمسلمين وتغيث بها المؤمنين، وإليك نشكو ما حل بالساحات، وأنت رب الأرض والسماوات ومجيب الدعوات. لا أمل لنا في من سواك، ولا رجاء في من عداك، يا من الملك ملكه والأمر أمره والخلق خلقه والعبيد عبيده والأمر له والملك بيده ظاهرا وباطنا، أغث يا الله، ارحم يا الله، أدرك يا الله، أسرع بالغياث يا الله، فرج الكربة يا الله، ارفع الشدة يا الله، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله. خير سميع تدعونه عسى يسمع دعاءكم. يا الله يا محلاها تصدر اليوم منك، وعند لقائه تشكرها، عند لقائه تشكرها، أعدها ذخرا للقاء، قل يا الله يا الله يا الله. إن بات على ظهر الأرض من يدعو غيرك ويطلب سواك ويرجو من عداك، فإنا نطلبك وحدك ونسألك وحدك ونرجوك وحدك وندعوك وحدك ونناديك وحدك، ونقول جميعا يا الله، ونقول جميعا يا الله.
هذا الذي أعطيتنا فجعلته عندنا فأعطنا ما عندك يا الله يا الله. لو ما رضيك تناديه ما ألهمك يا الله ولا أقدرك على يا الله. وأننا نسأل هذا الإله أن يجعل نطق كل واحد منكم بلسانه بها مواطئا لقلبه، فاجعل هذه القلوب كلها تلح عليك، تلظ إليك، تتوجه إليك، تقصدك وتصدق معك وتقول يا الله. فلا تخزنا في الدنيا ولا عند الموت ولا في البرزخ ولا يوم العرض عليك، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم القيامة. أتم علينا النعمة وادفع عنا كل نقمة، وكن لنا في كل مهمة عبيدك آمنوا بك واجعلتهم في أمة حبيبك، وقفوا على بابك وسألوك ورجوك وطلبوك وقالوا يا الله. فمن يقصدون لو ردوا من باب، وإلى من يلجؤون إن جبهوا من أعتابك. حاشاك يا رب العرش، حاشاك يا مالك الملك، حاشاك يا عظيم العطاء، حاشاك يا واسع الجود أن تخيب الجمع مقتديا بنبيك، راغبا فيما عندك، واثقا بك، سائلا إياك. فلا ترمهم بعدها إلى الذنوب، ولا ترمهم بعدها إلى السيئات، ولا ترمهم بعدها إلى المخالفة، ولا تعرض أحدا لسوء الخاتمة. منا أجمعين وممن يسمعنا ومن أهلينا بحقك عليك ارزقنا حسن الخاتمة، بآياتك وأسمائك ارزقنا حسن الخاتمة، بكتابك المنزل ونبيك المرسل هب لنا حسن الخاتمة. ولا ترمي بأحد منهم إلى النار، لا ترمي بأحد منهم إلى العذاب، لا تعرضهم لعذاب القبور، ولا إلى الفضيحة يوم النشور، ولا إلى الخزي يوم الوقوف بين يديك يا عزيز يا غفور يا الله. ملايين من البشر يستلمون كتبهم بشمائلهم، فلا تجعل أحدا من أهل جمعنا ومن يسمعنا إلا معطى له كتابه بيمينه. وإذا وقفنا على الميزان فأنت لنا يا رحمن، فأنت لنا يا رحمن. تثقل موازيننا بك، تثقل موازيننا برحمتك، تثقل موازيننا بمغفرتك. والتبعات لا تفضحنا بها ولا تؤاخذنا عليها، ولا تخزنا بها في ذاك الموقف. اجزي عنا من ظلمناهم خيرا من عندك، واقذف في قلوبهم مسامحاتنا يا الله. إن الويل لمن فضحته، إن الويل لمن كشفت عورته وأظهرت سوءته وقبيحته. وأنت الستار وحدك، لا يستر أحد أحدا في القيامة غيرك، فاسترنا 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 بسترك الجميل، وتحمل التبعات عنا، تحمل التبعات عنا،
واعف عن سيئاتنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. وما سمعتم الآن من كلام عن هذه الحوادث كل من امتد به منكم عمر بعد السماع سيراها معاينة بالعيون، هذا في الدنيا. أما القيامة فأمر آخر، الراية فيها راية محمد، والأمر أمر الواحد الأحد. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. والسعادة لأهل الهدى ولأتباع نبي الهدى، جعلنا الله وإياكم منهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.